برج الميزان وتوقعات الفلك لهالأسبوع الثالث من شهر أيار ماي، يعني برجي وبرجكم شو بيقلنا الفلك. بيقول أنه يمكن حققنا أمنية بآخر الأسبوع الماضي، يعني بين الجمعة والسبت، بس الأمر المكتمل التنين بهالأسبوع، التنين 16 برج العقرب، بيسلط الضوء على قضية مالية و بيأثر أورانوس بصورة إيجابية على هالقضية، بتتعامل بدبلوماسية وعزوبة كلية، وبتعقد صداقات وعلاقات مع أشخاص نافذين بيساعدوك على إنجاز مهنتك، أو أشخاص محبين هني بيكون عندهم مبادرة تجاهك بتتجاوب معهم، ويمكن تنجز أنت وياهم فكرة أو بعض المهمات. بهالفترة أعمالك بتتخذ بعد جديد، فأنت تكرم على إنجاز أو على عمل سابق، وربما بتلبي دعوة بين الثلاثة 17 والأربعة 18 لسفر أو لاستضافتك بمكان بينال رضاك. بتعد عن الجدل والمواجهات أو الظهور بين الخميس 19 والجمعة 20، يمكن تضطر لطوي صفحة خلال هاليومين، أو تلاحظ ثغرات في مجال مالي أنت خطه، أو يمكن تضطر تصحح بعض المسار. بس الفلك بيهديك خبر حلو وشعور بالرضا عن النفس بين السبت 21 والأحد 22. بهالفترة بتحقق طموحاتك وبيعترفوا الآخرين بقدراتك وبتثمر جهودك السابقة يلي بذلتها. إذن هالأسبوع في عندك إطلالة حلوة، عندك فترة، دعوة ربما أو صدفة مع أشخاص بحبوك أو بيدعموك أو عندهم مصلحة معك، وبتلتقي مصلحتهم مع مصلحتك.